بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الأعذار التي تبيح ترك حضور الجمعة والجماعة. الحمد لله أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته وما جعل علينا في الدين من حرج، والصلاة والسلام على نبينا محمد بعثه رحمة للعالمين بالحنيفية السمحة، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن دين الإسلام دين اليسر ودين الرحمة، قد شرع الله فيه لكل حالة ما يناسبها، ووضع عن أمة الإسلام الآثار والأغلال التي كانت على من قبلهم. قال تعالى في وصف نبي الإسلام: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن ذلك أن الله سبحانه قد أوجب على الرجال حضور صلاة الجمعة والجماعة إيجابا عينيا، إلا إذا كانت هناك ظروف يلزم معها الحرج والمشقة في الحضور للجمعة والجماعة، فهنا يأتي التيسير ورفع الحرج، فيعذر المسلم في ترك الحضور نظرا لتلك الأعذار الشرعية الطارئة. ومن هذه الأعذار المرض الذي يشق معه الحضور، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الحضور وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. ففيه دليل على جواز تخلف المريض. وفي الحديث الآخر: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. وكذلك إذا خاف حدوث المرض فإنه يعذر في التخلف عن الجمعة والجماعة، لأنه في معنى المريض. وكذا إذا خاف بالحضور زيادة المرض أو تأخر برأه، وكذلك يعذر في ترك الحضور للجمعة والجماعة من لا يطيق المشي إليها لهرم أو كونه مقعدا، إلا إذا وجدت وسيلة يحمل عليها وجب عليه الحضور للجمعة لعدم تكررها ولأنها لا بدل لها. ويعذر بترك الجمعة والجماعة أيضا مدافع أحد الأخبثين، البول والغائط، كأن حصره بول ونحوه وتضرر بحبسه، لأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة والخشوع فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإن تمكن من قضاء حاجته قبل فوات الجمعة أو صلاة الجماعة لزمه الحضور إليهما لزوال العذر. ويعذر بترك الجمعة والجماعة من هو بحضرة طعام يحتاج إليه، أي إذا قدم إليه ليأكل، لحديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي حديث ابن عمر: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، وفي لفظ: حتى يقضي حاجته منه. وذكر المغرب لا يقتضي خصوصيتها بذلك، فهو عام لجميع الصلوات نظرا إلى العلة، وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، ولحديث: لا صلاة بحضرة طعام، وهذا عام. واعلم أنه لا يجوز تعمد ذلك بأن يجعل وقت تناول الطعام يصادف وقت إقامة الصلاة، وإنما يجوز ذلك إذا وقع صدفة واتفاقا من غير قصد. أما من جعله عادة فلا يجوز له فعله، ولا يجوز له ترك الجماعة من أجله، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء، وقوله: إذا قدم العشاء، يفيد أنه إذا حصل ذلك من باب الصدفة لا من باب القصد، والله أعلم. ومن الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة الخوف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، كمن يخاف على ماله من لص أو ذئب ونحوه، وكمن يخاف على غلة في البيدر أو أنعام لا حافظ لها غيره، أو كان مستأجرا على حفظ مال ويخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه،
وهذا كله إذا وقع صدفة أو كان لا بد له منه، أما إذا تعمد ذلك أو له منه بد فلا ينبغي تعمده وترك ما أوجب الله عليه. ويعذر بترك الجمعة والجماعة من كان يمرض مريضا ويخاف بتركه تلفه أو مشقته ولم يكن له من يمرضه غيره. ويعذر بتركهما أيضا من يخاف على أهله أو ولده أو على نفسه من ضرر كسبع أو عدو ونحوه. ويعذر بترك الجماعة من يحصل له بحضورها التأذي بوحل أو مطر وثلج وجليد وبرد خارج عن المألوف، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في رحالكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض. أيها المستمعون الكرام، وإنما صارت هذه الأشياء عذرا في ترك الجمعة والجماعة تيسيرا على العباد ورحمة بهم، ولأن من شروط صحة الصلاة أن يعي أفعالها ويعقلها، وهذه الأشياء تمنع ذلك، فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها، وفعلها مع كمال خشوعها بعد فوت الجماعة أولى من فعلها مع الجماعة بدون كمال خشوعها. هذا، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا بالتوفيق والهداية والمحافظة على الجمع والجماعات. ومما تقدم تبين لنا تأكد وجوب حضور الجمعة والجماعة، وأنه لا يعذر بترك الحضور لهما إلا من له عذر شرعي يسوغ له التخلف. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.